تاج مازالين ثمنه أكثر من مليون جنيه. إنه سيكون غنيمة ثمينة. لم أرى شيئا مغريا كهذا. دعني أرى أين يقع منزل السيد سامبتون. بالنيابة عن الحاكمة، فإنني أشكرك على حراسة الكنز القومي. إن ذلك شرف كبير لي. هل نراه الآن؟ من هنا لو سمحتم. ها؟ ما الأمر؟ ما بك؟ ما هذا؟ ها؟ ذلك غريب. تادلي؟ أنت؟ أبي أنا؟ الباب كان مفتوحا. قلت لك بألا تدخل هنا إطلاقا. والآن ماذا عن التاج؟ ماذا؟ يبدو أن تاج مازالين قد اختفى. الكنز القومي لا يختفي فجأة سيد سامبتون؟ نعم، ولكن ما دام قد اختفى فلا بد أنه قد سرق. من يستطيع الدخول إلى هذه الغرفة؟ أنا الوحيد. نعم، ابني يعلم أين أخبئ المفتاح. المفتاح؟ دادلي؟ ولكن الباب كان مفتوحا عندما نظرت لأرى السبب. لم يكن يعرف عن المفتاح سوى اثنين. إن ابني لن... آسف، ولكن أعتقد أننا قد ضبطناه متلبسا يا سيدي. أنه يوجد تفسير لذلك. سنعلم سكوتلاند يارد حالا. لا تدري هادلي. دعوني. دادلي، نحن آسفون، سنستدعي الشرطة حالا. نعم. لن يكتشفوا خطتي أبدا. أنا المفتش ليسترد من شرطة سكوتلاند يارد. أهلا بك يا سيدي. إنني أقدر لك قدومك يا سيدي. لقد غادر بعض الضيوف وكنت أود استجوابهم. أنا آسف. ذلك يجعل عملي أصعب، ولكن بالطبع لا تصعب أي قضية على سكوتلاند يارد. أنا متأكد. هل اقتربنا من شارع بيكر؟ إنني أشعر بتحسن. أعتقد أنني أتكلم مع نفسي. أهلا، هل تستطيع أن تسمعني؟ أنا لن أيأس أبدا أبدا. ربما أنه لا يعرف من سأقابل. إنني ذاهب لزيارة المخبر المشهور شارلوك هولمز. لابد أنك سمعت عنه. أنا لم أكن مخبرا أبدا من قبل. نعم، إنه أذكى مخبر وسوف أعمل معه عما قريب. أنت كيف لم تسمع به؟ لقد وصلنا. هذا هو شارع بيكر يا سيدي، تفضل. وصلنا. انتبه. يا إلهي. من هناك؟
اسم الدكتور واتسون، يعني واتسون أنا آسف لأنني تأخرت عن موعدي. لا بأس يا دكتور، تفضل تفضل. نعم. أرجوك تفضل. لقد سمعت عنك الكثير يا دكتور، هل حدث شيء؟ لا 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 شيء. آه يبدو ثقيلا. هل أساعدك؟ لا شكرا أنا بخير. أرجوك تفضل معي إلى غرفتك. نعم. والآن هل تحتاج لمساعدتي؟ لا شكرا لقد أمسكت بها، أشكرك. ها هي جميلة جدا. إن الشرفة تطل على حديقة الورد. نعم إن الورد في الحديقة جميل جدا، وأنت جميلة أيضا. شكرا. كل شيء جميل هنا. أين سيد هولمز؟ أظنه قد نام، ستراه في الصباح. تصبح على خير. يبدو أنهم لم يلمسوا أي شيء سوى التاج. من كان في الغرفة وقت الجريمة؟ يبدو السيد سابتون دادلي. انظروا. سيقع بنفسه. من الواضح أن طريق الهروب كان عبر الباب. إن السرقة قد جاءت من أحد سكان البيت. شخصان فقط يستطيعان الدخول إلى هنا. ثم إنني سمعت بأن دادلي يريد الهرب مع فتاة لم يوافق عليها والده. ماذا تقول صديقته؟ لقد فعل ذلك كحل أخير. ما هذا؟ قد يكون السائر عميلا، يجب أن أعرض عليه مساعدتي. أهلا واتسون. من هذه السيدة الجميلة؟ هل أنت جيدا؟ أمامنا عمل صعب. يسعدني ذلك برفقتك يا هولمز. إن روحك المعنوية عالية واتسون. أقدم لك لانسة سيلز، هذا زميلي يا دكتور واتسون. كيف أنت يا آنسة؟ يسعدني لقاؤك. هيا واتسون. نعم أنا متأكدة أن دادلي لم يسرقه بالرغم مما يقوله. أعتقد أن الاتهامات برزت بسبب تصرفه الغريب في موقع الجريمة. ماذا تقول؟ هل تعني أنه مذنب يا دكتور؟ حسنا. قلت لكم إنه غير مذنب، صدقوني. تأكدي أنني سأبذل ما بوسعي، ولكن أولا علينا أن نجد تاج مازلين. مهما بحث الأسرد ورجاله الأشاوس لن يجدوا كنزي أبدا. ما هذا؟ من هولمز ثانية؟ إن التاج غير موجود في أي مكان. إن لم يكن في البيت فلا بد أن المتهم أخرجه معه، مؤكد. سيدي هولمز هنا. ماذا؟ شيرلوك هولمز؟ كان علي أن أعلم أنه سيتدخل في القضية. يوما سعيدا. لقد أتيت أيها المفتش لأجري تحرياتي من أجل شخص خاص. شخص خاص؟ من هو الشخص الخاص؟ ذلك يا عزيزي هو أمر سري. سري؟ ماذا؟ لا يوجد أي سر بالنسبة لسكوتلاند يارد. ها؟ إنه ابن سامتون دادلي، أليس كذلك؟ أقترح أن تفكر ثانية.
إن سرقة كهذه تحتاج لخبرة معينة. نعم، عندما دخلنا للغرفة كان ابني يقف هنا، والمفتاح كان في مكانه المعتاد، أليس كذلك؟ نعم، حيثما أضعه دائما. فهمت جيدا. علامات وخدوش. أهلا، لقد سرق القفل. ابنك شك بوجود شيء لأن الباب كان مفتوحا؟ نعم. إذن المجرم لم يخرج عبر الباب. أهلا، هل وجدت شيئا يا هولمز؟ آثار أقدام. وهذا الشعر. إننا على الطريق الصحيح، ولكن يا هولمز من المستحيل الهروب من هنا. ليس بالضرورة يا واتسون. اسمع، لقد اختبأ المجرمون خلف الستارة وكان التاج معهم عندما دخل دادلي الغرفة ليتحرى الأمر. ثم هرب اللصوص من النافذة مستعملين حبلا للهبوط. إلى أين سنذهب يا هولمز؟ المزيد من الآثار. كن حذرا هولمز. قل لي، هل أنت بخير؟ هل جرحت؟ لا أبدا. ها هو الحبل الذي استعمله المجرمون بالهرب. أترى الحلقة في نهايته؟ إذن هم هربوا عبر النافذة. نعم يا واتسون، ثم عادوا إلى الحفلة بعد أن أخفوا تاج مازالين في مكان قريب من هنا. نخلع ثياب البنت هذه. ولكن يا توت صدقني، أنا أعتقد أنك تبدو جميلا بها. دعها. ولكن بسبب العطر والشعر الذي كان يقع من رأسي كدت أن أعطف ويكتشف مكاننا البوليس. نعم، لقد كنت رائعا عندما غمست ذلك الشرطي. لقد تصرفا جيدا. أنت متأكدة أن دادلي ليس هنا؟ إن كنت تخبئينه فستندمين. إن كنت لا تصدقني أدخل وفتش المكان. تفضل. أنا الذي سأقرر ذلك. أيها المفتش. قف لحظة، إنني أصدقها. أوقف السيارة، أعتقد أنها تخفي شيئا ما. أريدكم أن تراقبوها. أمرك سيدي. كيف تسير الأمور؟ هل من حركة؟ لا سيدي. لحظة واحدة، توقف. مساء الخير أيها المفتش. إنني أحذرك يا هولمز، لا تتدخل. لقد اقتربت من معرفة مكان التاج، ولكنني بحاجة لتعاونك سيدي. أي نوع من التعاون تريد يا هولمز؟ علينا أن نقطع عليهم طريقهم في النهر تحت بيت سيد سامتون. هل لديك قارب؟ بالطبع، تلك كانت خطوتي التالية، كنت أخطط لذلك. حسنا إذن يا سيدي، وداعا. هل هناك؟ ذلك استنتاج رائع يا مفتش لستريد، وداعا. ماذا الآن سيدي؟ إلى النهر. إلى متى سأنتظر هكذا؟ أرجو أن يكون عالما بما يفعل. ترى أين يمكن أن يكونوا يا هولمز؟ ها هم قادمون يا واتسون. أسمعهم. إني أراهم أسفل. أتراهم؟ خذوا أماكنكم يا رجال. لقد حصلنا عليه.
إليه. لقد فعلنا ذلك بسهولة. أليس كذلك يا توت؟ لقد فعلنا ذلك. لديهم تاج ميزانين الثمين. شغل المحرك. شغل. ماذا؟ إنه اسكتلند يارد. هنا يا عمل، حاول ثانية يا هون. والآن بدأ السباق يا واتسون. أنا أرى ذلك. لحظة. لحظة. دود إنهم سريعون. ماذا يظن نفسه؟ سأمسك بكما أيها الشخصيات. دعوا المزيد من الوقود. قلت أسرعوا. حسنا يا رجال، تهيئوا للقبض عليهما. أن يهرب أي مجرم من اسكوتلاند يارد. من حسن الحظ أننا كنا قراصنة يا توت. إنهم لن يمسكوا بنا في الماء. تمسك جيدا. هنا حسنا يا رجال، إن نمسك به. أيها المجرمون، لقد وقعتم في ورطة. عايش اسكتلاند يارد. القارب يتحرك بسرعة. أسرع، ابقى معهما على عقبهما. هيا أسرع. ما الذي حدث؟ أكسد بسيطة يا رجال، الحقوا بهما. هيا يا رجال أسرعوا. هيا سأراك فيما بعد. والآن لنستعد التاج واتسون. هيا تحرك يا توم، تحرك. نعم حسنا. فاشلان، لماذا يجب أن أقوم بكل شيء بنفسي؟ مررت بمشاكل كثيرة للحصول عليه، ولن أتخلى عنه أبدا. سلاح السري. أعد لي عنص، لن تتغلب علي أبدا. أعطي تغلب علي. فكرجار قادم للنجدة. تغلب علي يا بروفيسور. ماذا تريد؟ لقد قبضت عليك. أسرعوا بسرعة أكثر. لا شيء يقف من طريق سكوتلاند يارد. اتركوا بنا يا بروفيسور. لا تنهزموا، الحقوا به. وداعا يا لستريد. الحقوا به. لنقبض على المجرمين. إنني سعيد لرؤية التاج في مكانه الصحيح، وأنتما أيضا. شكرا لك. ببساطة، ابنك كان يعلم عن المفتاح ولن يكون بحاجة لكسر القفل. لم أكن أعلم أن الآنسة فتاة جيدة هكذا. أخشى أن أكون قد أسأت فهمها يا دادلي. شكرا أبي. سيلز. وبالطبع إننا لن ننسى شجاعة المفتش لستريد الفائقة، أليس كذلك؟ هولمز يحصل على الثناء وأنا على الفواتير الطبية.